السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ ام مريومة. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم الكشري المصري على أصوله بنفس الطريقة، وإن شاء الله هيعجبكم خالص، وفي 5 دقايق، مش هياخد أكتر من 5 دقايق، بسرعة بسرعة، وهيطلع بنفس النتيجة بإذن الله. يلا بينا نوريكم هنعمل ايه دلوقتي يا حبايبي. هنعمل ايه؟ هنعمل البصلة ان شاء الله كده، عايزين نحمرها، هنقطعها نص جوانح، ويعني جوانح كده ونقطعها بالنص عشان ما تبقاش كبيره قوي مش صغيره قوي، عشان نحمرها وتبقى مقرمشه. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب معلقتين دقيق كده على معلقه نشا، معلقتين دقيق على معلقه ايه نشا، وبنعمل ايه؟ وبنحطها على البصلايه. نقلب البصلايه بالدقيق والنشا ونسيبها حوالي ايه دقيقتين كده مع بعضها قبل ما نسخن الزيت. ودلوقتي هنحط الزيت ونبدأ نحط البصلة. بحب البصل كتير اول، بس هو حلو البصلة لما تبقى موجودة مع الكشري بتبقى كتير وتبقى جميلة. دلوقتي احمرت وبننشلها من الزيت زي ما انتوا شايفين، هوريها لكم بعد ما اطلعها من الزيت. بصوا بصوا، سامعين القرمشة؟ سامعينها مقرمشة ازاي؟ زي ما انتوا شايفينها كده. دلوقتي هنسلق المكرونه، حاطين شويه ملح، هنحط شويه ملح وشويه زيت في ميه السليق وهنسلقها. ودلوقتي حطينا الحمص، نقعاه بقاله 6 ساعات، وحطينا قطايتين وبصلتين وقرن فلفل وبهارات ايه وتوابل كشري، وهنغطي عليه هيستوي لان هو منقوع مش هياخد وقت. ويا المكرونه، يبقى المكرونه على النار هي والعدس والحمص. ودلوقتي ايه، العدس خلص اتسلق معانا، هنحط له ايه شويه كمون وشويه ملح بس، وهنقلبه وهنسيبه بس، خلص خلص كده العدس. ودلوقتي يا جماعة سلقنا المكرونة، وبعد ما سلقناها حطيناها في المصفى وحطينا عليها معلقتين زيت، قلبناها بالزيت عشان ايه ما تمسكش ببعضها. وعندنا الحمص اتعمل اهو في منتهى الجمال وريحته رائعة، اتعمل مع العدس والعدس استوى، حطينا عليه كمون وملح قدامكم. ودلوقتي التلاتة دول خلصوا، خدنا الزيت بتاع البصلة دي تبقى ريحته حلوه قوي، عملنا فيه ايه صفيناه وحطيناه، هنعمل منه الرز. الاول هنقلب الشعريه، يبقى نعمل الرز ايه، خلصنا الثلاث حاجات المكرونه والعدس والحمص، هنبدا نعمل ايه الشعريه بالرز، وهنبدا نعمل معاها واحنا بنعمل الشعريه بالرز هنبدا نعمل ايه، هنبدا نعمل التوم اهي، هنحمر التومة ونحمر الشعرية في نفس الوقت. مع بعض، دي على عين ودي على عين. بس ودلوقتي التومة احمرت، هنحط ايه؟ طماطم عليها، الصلصة عليها. ودلوقتي الشعرية بقت لونها ذهبي، اللون الحلو الجميل ده. هنحط عليها الايه الرز، نقلب الرز بالشعرية. نقلب الرز كده بالشعرية. شوية معاها
ينشف مع الشعرية هنسقيه بالمية. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، شايفين الرز نشف مع الشعرية، نقلب معاها كويس. هنعمل ايه؟ هنحط البهارات، ملح وفلفل وكمون بس، وهنقلبهم مع بعض كويس، التوابل مع الرز في الشعرية. نشوحهم معاها شوية، وبعدين هنسقي بقى الرز. دلوقتي احنا سقينا الرز بالشعرية ونغطي عليه لحد ما يغلي، نروح موطين النار عليه. دلوقتي الصلصة بدأت تغلي، هنحط لها بقى الايه، بهارات كشري، فلفل اسود، ملح وكمون، كل ده على بعضه هنحطه فيها وهنقلب. وهنعمل حاجة تاني، هنحط ايه، معلقتين معجون طماطم، ونسيبها بقى هتتسبك باسرع ما يمكن، دقيقة هتكون متسبك. ودلوقتي زي ما انتم شايفين الرز استوى اهو، وطري وجميل وريحته حلوة قوي. هنغرف الكشري دلوقتي. الصلصة خلصت زي ما انتم شايفين صورتها كده ولونها رائع. هنعمل ايه، هنجيب شطة ونحط عليها معلقتين في الشطة. ودلوقتي هنقدح شوية زيت على النار في الطاسة، وهوريكم هنعمل بيهم ايه. اللي قدحناه اهو بحطه على ايه، على الشطة اللي انا عملتها، بقلبها كويس الشطة بالصلصة، بقلبهم كويس وبحط عليهم قطعتين مقطعين مكعبات، بتبقى هايلة. دي الشطة بقى والدقة، هوريها لكم تاني. هنغرف. ودلوقتي يا جماعة معانا ايه، قطيتين، خمس قرون فلفل، تلات ليمونات، معانا فلفل احمر على فلفل اخضر، معانا خمس سبع فصوص ثوم، كل دي. ومعانا هنا مج مية كبير، ومعانا ربع كاسة خل، ومعانا بهارات كشري وشطة وفلفل اسود. كل دول هنخلطهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، هنفضيهم في شبشب الخلاط كلهم مع بعض كده، ملح كمان، وادي الخل وادي المية. وهنا هنحط الكمون والملح، كل ده هيتضرب في الخلاط. دي الدقة بتاعت الكشري، عرفتوها؟ هنضربها في الخلاط دلوقتي ونوريها لكم. ودلوقتي الدقة ضربناها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، طعمها رائع ومنتهى الجمال. والطعم ايه، خرافة، وريحتها حلوة قوي بالليمون والخل. ادي الشطة وادي الدقة زي ما انتوا شايفين، دي الدقة اللي ضربناها في الخلاط، ودي الشطة حطيتها وحطيت عليها قدحة زيت، معلقتين زيت كده مقدوحين جامد، وحطيت عليها قطيتين مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ودلوقتي يا جماعه احنا خلصنا الكشري المصري، وفي خمس دقائق زي ما قلت لكم، ما خدش وقت على النار، وهتشوفوا. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو جربوه، هيعجبكم باذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو اول مره تخشوا على قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. في رعايه الله.